انت ممكن تعملي مسلسل او فيلم انتاج مشترك سوري مصري بعد اللي انت شفتيه من السينما السورية؟ طبعا انا عاملة من الاول، انا ابتديتها مع اسمهان، يعني انا كنت عاملة مشاركة في برقية بأمينة البارودي في اسمهان مع سلاف، وكان كل كاست سوري. في ممكن حاجه جديده في السينما تفكري؟ وايه رايك في الانتاج العربي المشترك عامه؟ دي حاجه مشرفه، انت بتعملي تلاقي، يعني بدل ما تقولي الفيلم السوري الفيلم، لا طب ما نقول فيلم الوطن العربي، ايه اللي يمنع؟ دي حاجه فخر، فخر للصناعه العربيه. ايه بقى عايزين نعرف حصري الجديد اللي بتحضره امل رزق؟ حصري لسه حالا دلوقتي من ان انا هعمل مسرحيه في اسكندريه ان شاء الله. مي، انا حابه بس اقول حاجه، مي عملت الدريس ده في يومين، يعني انا بصراحه يعني وانا جايه من اسكندريه قلت لها ما انا جايه اسكندريه، بتاعت لي الختام وكده، فراحت قالت لي، قلت لها هتلحقي وده مش مشكله، قالت لي لا خالص انا هعمله وهتشوفيه. فهو زي ما انتم شايفين، ايه رايك؟ وهو طلع كده، وطلع وفستان لما كمان. كلمي احنا عاملينه الدوره ليه؟ خاطر الفنانه ناديه لطفي، وطبعا جميله الفنانة أمل رزق هي المحلية الفستان. التول والستان. نظارة سوداء. حبيبتي ربنا.